استمرت فعاليات بطولة النهضة العربية المئوية الدولية لفروسية القفز عن الحواجز لليوم الثاني، والتي تقام برعاية نائب رئيس سمو اتحاد الفروسية الأمير عاصم بن نايف. أمين عام اتحاد الفروسية الملكي الأردني سهى عيد أكدت على الدور الذي تقوم به هذه البطولة بفرز نخبة من الأبطال الأردنيين الذين حققوا نسبة نجاح مقارنة بالدول المتنافسة. أنتم أدرى، أنتم متفرجين وشايفين الأمور، والحمد لله حتى هذه اللحظة ماشي الأمور ممتاز، ونحن سعداء بهذه البطولة الدولية وسعداء أنه عملناها، لأنه أخذت وقت، أخذت جهد كبير وماديات، ولكن الحمد لله برعاية الديوان الملكي قدروا يساعدونا على تحقيقها. هل كان الأردنيين نصيب في الفوز؟ طبعا، والأخيرة أكبر شاهد طبعا، يعني للإنصاف الأردنيين هم أكثر ناس فيها، ومظبوط عندنا 6 دول لكن أقلة، لكن في فاز ناس غير أردنيين أيضا، ولكن الأغلبية بالطبع ستكون للأردنيين. ويشرف على البطولة اتحاد الفروسية الملكي الأردني، والتي تقام على ميدان مركز عمان للفروسية بمدينة الحسين للشباب، وبمشاركة 6 دول عربية وهي السعودية ومصر والعراق وفلسطين وسوريا إضافة إلى الأردن. حازم السردي، الحقيقة الدولية.